السلام عليكم. في فيديو اليوم ان شاء الله رب العالمين هنتعرف على ميديولز البي ال سي وايه وظائفهم، وكمان هنتعرف على انواعها المختلفه. لو اول مره حضرتك تتابعني فانا اسمي عبد الرؤوف عماد ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عننا لان محتوانا بيستحق الدعم. اول مكون معانا هو الراك، وهو عباره عن القطعه اللي بيتم تثبيت كل الميديولات عليها، وهو عباره عن باره كده من الالومنيوم او الحديد بيتم تثبيت الميديولز عليها. يبقى ده كده اسمه عندنا الراك، هيتم تقسيمه لسلوتس يعني حتت منفصلة كده. دايما اول سلوت ده بيبقى خاص بالباور سبلاي، وده بيكون مسؤول عن تزويد كل الميديولات والبي ال سي بالكهرباء. يبقى اول سلوت معايا هو البي اس او الباور سبلاي. فولت الخارج عادة بيكون 24 فولت دي سي، لكن تيار الخارج بيعتمد على عدد الميديولات المتركبة. تيار الخارج معاك ممكن يكون 2 او 5 او 10 امبير اعتمادا على نوع وعدد الميديولات، واللي هيزيد بزيادة الميديولات وعددهم. السلوت التاني معايا ده بيكون محجوز دائما للسي بي يو، والسي بي يو هو عقل المنظومة. يبقى سلوت تاني دايما سي بي يو، سي بي يو عقل المنظومة، والسي بي يو ده كالعادة بيستلم مدخلات وبيعالج البيانات وبيطلع الخارج بتاعي، وده بناء على البرنامج اللي متبرمج عليه. يبقى هو بينفذ برنامج، والبرنامج كالعادة بيكون مكتوب بلغة البرمجة واشهر لغات البرمجة اللادر. بعد وحدة السي بي يو هتلاقي اي عدد من ميديولات الدخل والخارج بالاعتماد على الاشارات والمكونات اللي هنعالج لها مدخلاتها ونتحكم فيها. لو كانت المنظومة عند حضرتك فيها مدخلات فالاشارات بتاعتها بتكون ديجيتال او انالوج، بالتالي الكارت اللي هنركبه بعد كده هيبقى معايا ديجيتال، بسموه الدي اي ديجيتال انبوت، وطبعا هيكون في جنبه كارت اي اي اللي هو الانالوج انبوت. وبعد كده برضو المخرجات الديجيتال منها هنركب لها الدي او ديجيتال اوتبوت، والانالوج منها هنركب لها الانالوج اوتبوت. يبقى ده هيبقى ديجيتال اوتبوت جنبه على طول انالوج اوتبوت. كارت الديجيتال اوتبوت ده هيكون مهمته انه يتحكم في المكونات اللي بتشتغل بالاشارات الديجيتال زي ريلي او كونتاكتور. كارت الانالوج ده الانالوج اوتبوت، وده هيسلم اشارات انالوج للخارج للتحكم في اجهزة زي مثلا البلوف الانالوج. عندك كمان في بعض التطبيقات بيكون لها بعض الوظائف الخاصة اللي بيكون لازم تكون دقتها عالية جدا جدا جدا، اللي هي بيسموها الهاي اكيوريسي، والنوع ده من الاشارات مش هيتم ادخاله على كارت دخل عادي، ولكن هيتم تشغيلها على مديول خاص او ادخالها على مديول خاص بنسميه الفانكشن مديول الاف ام. يبقى ده هيبقى عندي كده مديول خاص، ده خاص اسمه الاف ام، ودي اختصار فانكشن مديول، وده خاص بالتطبيقات اللي بتحتاج اكيورسي عالي هاي اكيورسي. الاف ام بيعالج الاشارات بناء على وحدة المعالج، ومن هنا هيدعم الدقة العالية. في مديول كمان ممكن حضرتك تلاقيه يبقى راكب معاك على الراك هنا كده، وده بيسموه الكوميونيكيشن بروسيسور، وبيكون معروف بالسي بي. في الغالب بتكون وحدة السي بي يو بتحتوي على بورتس وشبكات اتصال، وهيتركب عليها نوع معين من كابلات وانظمة الاتصال المدعومة زي ام بي اي، بروفي باس، وبروفي نت. لو حبينا نضيف بورتس لاتصالات جديدة يبقى هنضيف السي بي، ودي الميديولات الخاصة بالبي ال سي. بيتم اختيارهم اعتمادا على العملية الانتاجية نفسها. بعض العمليات الانتاجية بتبقى محتاجة ميديولات خاصة زي السي بي او الاف ام ميديولز. في تطبيقات تانية مش هتكون محتاجة التطبيقات الخاصة دي معاك، في بعض التطبيقات هتحتاج معاك تزود عدد ميديولات الدخل والخارج، وبالتالي حجم الراك ده معاك هيكبر علشان تكتر حجم الميديولات المتركبة. بكده نكون عرفنا الميديولات النهاردة يا جماعة اللي بتبقى خاصة بالبي ال سي او كروت البي ال سي. ارجو تكون حضرتك استفدت بمعلومة. لو حضرتك استفدت لايك وشير، او مره حضرتك تشوفني سبسكرايب في القناة. اشوفك على خير. كان معاك العاد عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.